الجميع في قرية النهر كانوا بانتظار السيرك وأخيرا وصل. عصام ماهر، لقد جاءوا عصام. أجل لقد جاءوا، لم نرى السيرك في قريتنا منذ سنتين تقريبا. افعل ما بدا لك. هيا بنا. انتظري زهرة. اختفى السيرك، لنلحق بهم. دب حقيقي، أراهن أنه مرتاح جدا بحياته هكذا. لا، ليس مرتاحا، فهو لا يحصل على السكر دائما مقابل حركاته. أحسده، لو أستطيع الحصول على السكر لقمت بالعديد من الحركات. هذا يشبه عصام. لنلقي نظرة. لا تسأر دون أنذار، كنت أموت فزعا. هيا احصلوا على السكر إذا قام بالحركات. لا، يستخدمون الصوت لدفعه للعب هكذا. يبدو أنه يكره الصوت. لا تفعل ذلك، سوف يأكلك. لا بأس، أعتقد أنه أسد طيب القلب. ماذا تفعلون؟ تبا، لنخرج من هنا. توقفوا أيها الأشقياء، إن أردتم زيارة السيرك أحضروا المال معكم وتعالوا من المدخل الرئيسي، مفهوم؟ أجل. وأحضروا أصدقاءكم معكم. إنه عنيف، ليته تركنا نشاهد المكان. ليتني أشاهد السيرك مجانا. هل رأيت سيركا من قبل عصام؟ أجل، داخل خيمة كبيرة؟ نلت مني، لم أقترب منه كفاية بعد. حسنا عصام، لنذهب إلى السيرك معا، وسأطلب من العمة عفة ربما سمحت لي. حقا ماهر. عصام، يجب أن أذهب إلى المنزل، من الأفضل أن أعود باكرا وإلا لن تسمح لي بزيارة السيرك. إلى اللقاء.
وأنا أيضا. عصام، لما لا تأتي لتناول العشاء عندنا في المنزل؟ السيدة رجاء طلبت مني دعوتك للعشاء أحيانا. دعوتي؟ أجل، في الواقع لا أحب زيارة الأماكن الرسمية. طعام السيدة رجاء لذيذ جدا. هل هو لذيذ حقا؟ أجل، لذيذ جدا. إذن سأحضر إلى العشاء. جيد، سوف أنتظرك. ماذا سأفعل؟ لم أذهب من قبل إلى مكان رسمي أبدا. لقد تأخر. قال لي إنه سيحضر، أراهن أنه محرج. محرج؟ عصام خجول جدا، يجب أن لا يشعر بالحرج. استغرقت وقتا طويلا للبحث عن هدية للسيدة رجاء، لقد تأخرت. تبا لك. اسمع يا فتى، لا تتحدث في موضوع لا يخصك إذا أردت أن تبقى حيا. يا إلهي، إنه الأخطبوط المتهم. يا إلهي. ماذا سأفعل؟ لقد رأى وجهي، لقد رآني. ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ولكن لماذا كان في جوار سيدة رجاء؟ لماذا؟ فقدت الهدية. يا إلهي. أين وقعت يا ترى؟ أوه، عصام. صباح الخير. عما تبحث يا ترى؟ في الواقع عن هذا؟ أجل، بالضبط. هيا. لقد أحضرتها لك. ماذا؟ ولكني اعتقدت أني فقدتها، أقدمها لك. حقا؟ لهذا السبب لم تحضر إذن. شكرا لك. وأنا عندي هدية لك أيضا يا عصام. هدية لي؟ صنعت كعكا، إنه لذيذ، سأحضر بعضه حالا. تريد بعضها؟ إنها لذيذة، ولكن لن تحصل إلا على واحدة. خذ. عد يا فتى. اصبر. تعال. إلى أين ستذهب؟ هي له من ولد سريع. توقف. هذا الدرج مقفل في العادة، لكنه مفتوح الآن. أريد الحقيقة، من منكم مزق هذه الصفحة؟ حسناً، حتى يقول أحدكم الحقيقة ستنتظرون جميعاً هنا. من مزق هذه الصفحة؟ لأن من فعل ذلك سيبقى هنا ويغادر الباقون. أريد الحقيقة، هيا، أريد الحقيقة. أنا مزقتها. لا، أنا مزقتها.
كنت أعرف ذلك. ماهر تبقى في الفصل وليذهب الباقون. زهرة هاي عصام، ما الأمر؟ آسف، سأذهب إلى السيرك برفقة زهرة. ماذا؟ زهرة تصر على دعوتي معها. إلى اللقاء. إن الفتيات يسببن المتاعب، لذلك السبب سأهتم أنا بنفسي. السيرك سيكون مكتظا غدا. أرجوك دعني أشاهد السيرك مقابل هذا. يا إلهي، أنت ثانية لا يمكنك مشاهدة السيرك بهذه السمكة. أطلب من والديك المال واشتري تذكرة. لا أهل عندي. ماذا؟ والدي على قيد الحياة ولكني لا أعرف مكانه. هذا سمك لذيذ الطعم. والمدرسة؟ لا أعرفها. مؤسف. سيدي أنا أطهو السمك جيدا. وأنا أكره الأسماك. ولكن أنا أحبها. دعني أساعدك، أنا قوي. خذ. حسنا حسنا. هل أنت بخير؟ أعتقد أنك موهوب، لما لا تأخذ دور المهرج الصغير معي في السيرك؟ المهرج الصغير؟ يجب أن أعلمك كيفية التوازن على الكرة. يجب أن تعلمني كيف أتوقف قبل التوازن. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان. عمل جيد يا فتى. سيدي احضرت اشخاصا جددا. حسنا انا قادم، استمر بالتمرين يا فتى. حاضر سيدي حاضر. انت الرجل الطويل، اعتقد انك قوي، اهتم بالخلفية وانت ستكون مساعدي اثناء العرض. حاضر. التوازن على الكرة ليس كافيا. لا أعرف شيئا آخر سيدي. سوف أعلمك هذه الخدعة. رائع مدهش. عصام هاي عصام، أنا أليس هنا؟ جئت أدعوه لرؤية السيرك معي. أقرب 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 أقرب. واحد اثنان ثلاثة. ها نجحت نجحت، لقد نجحت نجحت يا سيدي، نجحت نجحت. أيها العجوز، أشم رائحة شخص أكرهونه. إنه الأخطبوط. إنها مخيلتك فقط. لا أعرف، لكن الرائحة أعرفها وتزعجني. مسرور لأنه لم يلاحظني. أجل، لا يمكنه وبهذه الملابس أن يتعرف إلي. ولكن ماذا جاء يفعل هنا؟ غريب. ادخلوا ادخلوا، كل شخص يحمل تذكرته بيده. هاي سامر. أين عصام؟ اعتقدت أنه معك، ألم تره يا سامر؟ اعتقدت أنه معك أنت. لا داعي للقلق، لابد وأنه موجود في مكان ما. لكن... سيدتي سادتي أيها الجمهور الكريم، سنبدأ بحركات التأرجع في الهواء فتمتعوا بها. أين ذلك الفتى وذلك الرجل الجديد؟ هل تنوي ما بدأته يا أخطبوط؟ أجل وكما اعتقدت، السيدة هنا. أنا مذهول من إصرارك على الانتقام من السيدة رجاء أرملة القاضي. هذا خطأ أخطبوط، خطأ. الثأر هو الثأر، هل تفهم؟ كما خططنا أحضر السيدة رجاء أرملة القاضي إلى الحلبة. يا إلهي،
انضم الأخطبوط إلى السيرك ليسأل من السيد رجاء. يجب أن أخبر أحدا، ولكن من سأخبر يا ترى؟ إذا عرف الأخطبوط أني أخبرتها سوف يحاول الثأر مني. يا إلهي، كما أني وعدت ماهر. لا تخبر أحدا أبدا بما نعرفه عن الأخطبوط، هذا سرنا. أجل، سأخبر ماهر. من هناك؟ كربك ركبرك. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. نجحت. ثأر، كم أكره الفئران. أخطبوط كاد يكشفني. هذا ماهر. المدير يريدك. والآن حان موعد الاستعراض. قبل ذلك أرجو أن تتمتعوا بعرض التوازن على الكرة الذي سيؤديه مهرجنا الصغير. نرى أين ماهر. عصام ابتسم، هيا ابتسم. جيد عصام، جيد، لقد فرح الجمهور. أجل. والآن إلى الحركات الخفية. شكر بكرك شكر بركة. واحد اثنان ثلاثة. جيد أيها الصغير. والآن إلى عرضنا الرئيسي هذا اليوم، البهلوان. أخيرا. سترون الأسد يتصرف بوداعة القطة. عندي اقتراح، سنختار أحد الحضور فيصعد إلى المسرح ليثبت لهم لطفة. فلنبدأ. تفضلي إلى هنا لو سمحتي. هذه سيدة رجاء، يعني أن الأخطبوط في مكان قريب. أريد من السيدة الشجاعة أن تربت على رأس الأسد. هل هو وديع حقا؟ أجل سيدتي، أؤكد لك أنه لطيف جدا. ما الذي يشغل الأخطبوط الآن؟ يجب أن يسرع. مهرجنا الصغير قام بخطأ، أرجوكم سامحونا. أخطأنا ثانية. أجل أخطبوط. شكرا لكم جميعا على حضوركم لمشاهدتنا الليلة. إلى اللقاء يا سكان قرية النهر في رحلة قادمة للسير. شكرا. شكرا لك عصام،
لقد أنقذت حياتي، كانت ستحصل حادثة مروعة لولاك. ما رأيك، ألا تود مرافقتنا؟ ستكون مهرجا ناجحا عصام. في الواقع شكرا لك، أنا أحب السيرك ولكني أحب هذه القرية، آسف سيدي. فهمت، لا أريد أن أضغط عليك. سنعرض في القرية المجاورة في نهاية الأسبوع، إذا غيرت رأيك تعال. أجل، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماهر، لنعد إلى المنزل؟ سوف توبخني أمي. لكني لا أرى عصام، لابد وأنه يراقب السيرك من مكان ما يا سامر. لقد تصرفنا بشكل سيء مع عصام. أجل. ماهر، مرحبا، كيف أبدو؟ من أنت؟ هذا أنا عصام، لأن أحدهم أخلف وعده لي رجوت المدير أن يسمح لي بمشاهدة العرض، وكما تعرفون صارت الأمور على ما يرام. أنت المهرج الصغير؟ بالتأكيد. رائع عصام. غادر السيرك القرية، قلقت بعض الشيء من الأخطبوط، ولكني أقنعت نفسي أنه غادر القرية إلى مكان آخر لا نعرفه.